السلام عليكم إخواني وأخواتي جميع المتقاعدين المطالبين بحقوقهم قناة المتقاعدون العراقيون على اليوتيوب. ترحب بكم أجمل ترحيب. لو أول مرة تشاهد الفيديو ندعوك للاشتراك معنا. نحن في هذه القناة نبذل جهود كبيرة في التصوير والمونتاج ونشر مناشداتكم وتغطية التظاهرات المتقاعدين وغيرهم من أبناء الشعب العراقي. اشتراكك معنا يحفزنا لبذل المزيد من أجلكم، وكلما ازداد عدد المشتركين نزداد عزما وإصرارا للمطالبة بحقوق المتقاعدين والوريث والمستفيد والأسرة والجرحى والأرامل والمطلقات والأيتام والرعاية الاجتماعية وطرحها أمام الجهات الحكومية والدولية. أنا محدثتكم شيرين سلطان، مراسل قناة المتقاعدون العراقيون. السلام عليكم ورحمة الله. أنا ناشط الجهة الأمنية العراقية، لأن أنا تهددت من قبل حكومة الكردستان، من بعض أفراد من حكومة كردستان لسبب تافه، لأن أطلب من الجماعة فلوس، مبلغ يعني بسيط. هذا المبلغ حصلوا عليه بكشي وقاموا هددوني بالأجهزة الأمنية. خبروني جماعة المخابرات بالإقليم وهددوني، وخبرني مع اعتذاري الفوج مكافحة الإرهاب البطل، وأني أعتذر من فوج مكافحة الإرهاب، لأن هذا الشخص يداوم بالفوج مكافحة الإرهاب بإقليم كردستان، ما أقدر أذكر اسمه، وعندي كافة الدلائل والمستمسكات ضد هذا الشخص. هو هددني، يقول لي إلا راح أبعث صورتك واسمك للسيطرات من أربيل لبغداد في سبيل وحدة بنية. أنا أحكي العدل، في سبيل وحدة بنية، هاي البنية كنت أداريها مثل بنتي، وأهلي يعرفونها كنت أداريها مثل بنتي، بس مع الأسف كل هاي السنين ما كنت أعرفها هي هاي البنت، مو خوش بنت. زين، أنا بعد ما هددوني كلتا بالإقليم الكردستان، هددوني بالأمن، أبوها هددني بالمدير الأمن، يقول إذا ما تجوز علينا وتعوف كل شيء راح أدخلك بقضية إرهاب. هذا منو؟ أبو البنت. أبو المكافحة الإرهاب يبعث لي تسجيل، كنت بربيل، كنت تسجيل موجود يمي، والدلائل والصور كلها موجودة يمي. زين، منو راح يحاسب إذا الدولة تهدد المواطن؟ نحن الدولة منو؟ هي من الشعب، من المواطنين. طيب إذا نحن نتهدد من قبلهم، نحن وين راح نروح؟ رحت ناشدت داخل إقليم كردستان بالتلفزيون إقليم كردستان، أو الفيديو مالتي موجود حاليا، راح ابعثه، يبقى بعد ما اخلص راح ابعث الفيديو لاخويا، يبقى خليه ينشره. وحكيت بقليم كردستان على الموضوع، بعد الحكي طلعت بالتلفزيون، بعثوا عليها المكافحه سيداوة بربيل، وصار عندي التحقيق ممثل الداخليه وضابط المخابرات وضابط المكافحه. من سمعوا بها الضباط يقول لي اطلع بالقنوات بعتذر، قول هاي شبكة نصب واحتيال، وبعدين نحن نجيب حقه. قلت لهم انا ما اعتذر الا تجيبون حقي، من اروح اعتذر؟ حقي كله راح يروح. انا حكيت هنا شيء مفصل والدلائل كلها موجوده عندي، واتمنى من رئيس جهاز مكافحة الارهاب يتدخل بالموضوع، وزير الداخلية ورئيس الوزراء بهذا الموضوع. هل رئيس كردستان يعلم واني طلعت بقليم كردستان وحكيت بالتلفزيون بقليم كردستان؟ هل هو عنده علم بهذا الموضوع؟ انه الاجهزه الامنيه ويشيد لي الضابط ومكافحه الارهاب، يقول البنت فوق القانون، افهموني، البنت فوق القانون، نحن ما عندنا هيك شيء، نحن القانون فوق الكل، مو البنت فوق القانون. اذا البنت فوق القانون يقول لي بنت حلوه اذا تعجبك عليه تفوتني جو تفوتك. طيب اذا البنت تلعب كل شيء الدور، لكن القانون وين راح؟ يا رئيس الوزراء، يا وزير الداخليه، يا رئيس مكافحه الارهاب، انتم اللي حررتوا العراق البطل، هل تقبلون احد من افرادكم، من احد افرادكم باقليم كردستان؟ وعارف اقليم كردستان معزوله عن جهه، بس مرتبطينهم وياكم، يسوي هيك شيء؟ ما اذكر اسمه، واتمنى من رئيس مكافحه الارهاب، راح أعطي رقم تليفوني للأخ ويتصل بي يعطيكم رقم تليفوني وتستدعوني وأعطيكم الدلائل الصور والتهديد. بالأخير يقول لي أنا مالي شغل. طيب أنا إذا يقول لي ليش تهدد البنات؟ أنا إذا مهدد البنات التهديد شغل المكافحة، شغل الشرطة، هل شغل المخابرات؟ هل شغل مكافحة الإرهاب؟ هل شغل الأمن؟ لأن هم لهم جهة سلطة غادي عليا، لأن لهم نفوذ. أنا وين أروح؟ أنا إذا مواطن ما له ورايا ظهري، ولا بنفسه الممثل وزير الداخلية شي يقول لي؟ يقول قلت له يابا إذا ما عنده طعشك بغداد
اذا ما سووا لك شيء يقول وين تروح هذا الريان الارهابي خليه يسجل كلامي وخليه يجي قدامي مباشر. طلعت من الاقليم؟ نعم طلعت من الاقليم هسه حاليا هنا ببغداد. هذه الحادثه صارت قبل ما تصير حادثه الحمدانيه بربي صارت لي. زين بعد ما طلعت قلت اذا ما مشكله ريان متمي الفلنجة هو ريان ارهابي ليش عنده نائب من النوابه قاعد بالبيل؟ طيب اذا ريان ارهابي متمي الجهه ارهابيه ليش نوابكم قاعدين ويا نوابهم بداخل البرلمان؟ ما انتم مثلهم. اذا كلامي غلط خليني اقول كلامي غلط. ليش قاعدين اذا هم ارهابيه؟ انا ما ليش لا بريان ولا بغير ريان. انا لي على مشي بسيط هذول كلتهم الاجهزه يهددوني بالتليفون وهددوني بالقتل. لي قبل اسبوعين اخذت تهديد وراس المعرض شلون طلعت من الاقليم. هددوني بالقتل اذا ما اعتذرت وما اعتذر اني، ليش؟ لان انا صاحب حق مو باطل. واني اذا يقدر يصور الاخ عندي شيء دلائل يا رئيس مكافحه الارهاب المحترم البطل، انتم اللي حررتوا العراق، بس مع الاسف يطلع هيك ضابط نموذج مع الاسف يعني من هذا ابو مكافحه الارهاب يلحق ورا بنت كان عنده بر علاقه جنسيه وياه، بدي اقول الكلام وما ارده. هذا عندي التسجيل ماله. بس لحظه واحده عيوني. اذا تقبل رئيس جهاز مكافحه الارهاب هل تقبل انه هذا التسجيل ينعرض وهو هذا التسجيل ممنوع؟ اتمنى من الاخ ان يصور هذا التسجيل انه هذا التسجيل هو ممنوع ولا ما ممنوع يا سيدي رئيس مكافحة جهاز الإرهاب. هذا واحد منتمي ضابط من مكافحة الإرهاب من هددني، هذا يعني واحد من الدليل. هل يجوز أن يطل يخرج الأجهزة من داخل مكافحة لأجل التهديد؟ هل يجوز هذا؟ وثاني شيء، وبعث لي كان رسالة على الواتساب هو هذا النقيب شي قال لي بها راح الله يصوري. هذا يقول لي انت تهدد بنات الا راح ابعث صورتك من اربيل بغداد. اذا انا ارهابي، اذا انا عندي فد شيء، اذا انا مرتكب غلط، ليش ما مسكوني؟ ليش ما يجون يمسكوني؟ ليش يخابروني؟ ليش؟ فارجو واناشد رئيس جهاز مكافحه الارهاب ووزير الداخليه ورئيس الوزراء بتحقيق هذا الموضوع. إذا الدولة من بعض منتسبين الدولة في إقليم كردستان إذا يهددون المواطنين من المسؤول؟ أناشد المحكمة الاتحادية أسجل دعوة ضد حكومة إقليم كردستان. يعني طلعت أنا بالتلفزيون كل شيء ما سووا لي بداخل إقليم كردستان، حزبان وجهة سياسية ورايا، وأنا كل أحد ما عندي ورايا غير بس رب العالمين. هذا أقوى الكل. أناشد المحكمة الاتحادية باتخاذ الإجراءات وشكرا. المتقاعدين قالوا سجلوا على اراضي لو حكي سمعت يعني اكو بالكمبيوتر خلي رقمك واحد يتصل بيك. مرحبا بكم، شكرا ومع السلامه.